السلام عليكم. يقول علم اللسانيات في أحد نظرياته المهمة إن رؤية الفرد لهذا الكون وتصوراته عن الوجود رهن إلى درجة كبيرة بلغته، فاللغة وفق هذا الرأي العلمي هي ما يصوغ عقل المتكلم بها وفكره. نتوقف في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب مع اللغة وعلاقتها التفاعلية بالفكر تأثيرا وتأثرا، فنبحث ابتداء مفهوم اللغة والتفريق بينها وبين اللسان والكلام، ثم ننتقل إلى الحديث عن وظيفتها ودورها في صوغ التصورات عند الناطقين بها، ونخصص جزءا مهما من الحلقة للغة العربية والأثر المتولد عن انحسار وجودها التطبيقي في حياة العرب فيما يتعلق بسلامة فكر العربي وطبيعة شخصيته. كل هذا يأتيكم تباعا بعد قليل. للحديث عن موضوع حلقتنا هذا ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور هاني إسماعيل رمضان، أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية والبلاغة في جامعة جيرسون في تركيا، وعبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور أحمد حاجي صفر، أستاذ اللسانيات واللغة العربية في جامعة قطر. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ من عاصمتنا العربية الخليجية مع الدكتور أحمد. أستاذ أحمد، ما اللغة ابتداء من حيث مفهومها، من حيث ماهيتها، وأي رباط ذاك الذي يربط بين اللغة وبين اللسان وبين الكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة على رسول الله. شكرا جزيلا لاستضافتي في هذه في هذا المنبر الرائد، وأسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله. في الحقيقة هناك تفريق بسيط، يعني هو مدرسي يعطى لجميع الطلبة، يعني ممن يدرسون اللسانيات أو حتى اللغات بشكل عام. نحن نفرق بين اللغة واللسان والكلام، ونقول اللغة هي القدرة التي يمنحها الله عز وجل للإنسان. طبعا الذين لا يؤمنون بالله يقولون هي قدرة طبيعية تولد مع الإنسان هكذا، فهي اللغة، وهذه اللغة تحتاج إلى بيئة لكي تفعل حالها، كحال القدرات الأخرى مثل المشي والنظر والسمع، تحتاج إلى وقت لكي تفعل ويستفيد منها الإنسان. وحالما تفعل هذه القدرة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للإنسان دون غيره تصبح لسانا، لذلك هي تكتسي أو تصطبغ بصبغة اجتماعية معينة، لذلك نقول لسان عربي ولسان فرنسي ولسان ألماني وهكذا دوالي. ثم بعد ذلك إذا بدأ الإنسان يستعمل هذا اللسان الذي هو خاصية اجتماعية لجماعة معينة، فيستعمله بطريقته الخاصة، ولذلك يتحول إلى ما نسميه الكلام. فإذا اللغة كونية واللسان قومي والكلام فردي. لذلك في القرآن الكريم جاء مصطلح اللسان ولم يأتي مصطلح اللغة طبعاً، فجاء في 11 موضعا يعني مصطلح اللسان بلسان عربي، لسان الذي يلحدون إليه إلى آخره. فاللسان هو ذلك الذي تستعمله جماعة لغوية معينة، لكن مع مرور الزمان اختلط مصطلح اللغة باللسان في الاستعمال اليومي، وحتى في الأروقة الجامعات والمنابر العلمية والإعلامية. لذلك لا ضير يعني أحيانا عندما نقول اللغة العربية أو اللسان العربي، وذلك قديم يعود إلى يعني إلى عهود قديمة جدا، لكن التفريق القرآني هو التفريق الأدق. لذلك يعني سار على منواله ابن منظور عندما وضع لسان العرب ولم يقل لغة العرب. فالحقيقة اللسان هو ذلك الذي يجمع مجموعة معينة كما ذكرت لكم. هذا هو التفريق المبدئي البسيط بين لغة وهي قدرة يمتاز بها الإنسان بشكل عام، واللسان الذي يميز جماعة معينة دون غيرها، والكلام هو الاستعمال الفردي لهذا اللسان من طرف فرد واحد دون غيره. نعم. لذلك عندنا نحن نقول كما أن لنا بصمة في العين وفي الإبهام، كذلك فإن لنا بصمة يعني هي الكلام يمتاز بها فرد عن آخر. طيب دكتور أحمد، في السياق ذاته هل اللغة هي ظاهرة فردية أم أنها ظاهرة اجتماعية ابتداءً؟
اللغة يعني إذا قلنا اللسان، اتفقنا على أن اللغة التي منحها الله للإنسان لكي يستطيع أن يعبر عن مكنونات فكره ومشاعره، فإذا اصطلحنا على أن اللغة واللسان واحد في حديثنا اليوم يعني، فهذه اللغة تعريفها الاجتماعي أول من وضعه تقريبا هو ابن جني، عندما قال يعني عرف بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن يعني أغراضهم، وكذلك أطرها في العصر الحديث فرديناند دو سوسور عندما أعطاها هذه الصبغة الاجتماعية، فيعني جعلها عبارة عن رامزة أو نحن نقول سنن كود باللغة الإنجليزية أو الفرنسية تمتاز بها جماعة دون أخرى، لكن كل يعني لسان أو كل لغة هي عبارة عن ظاهرة اجتماعية عندما نتناولها كظاهرة من الظواهر كالظواهر الأخرى، إذا تعاملنا معها كظاهرة وهذا في علم الظواهر يعني فهي ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة فردية، لكن عندما نتعامل معها كقدرة وهذا ما تتعامل معه اللسانيات الحديثة التي تسمى باللسانيات الإدراكية، فتتعامل معها على أنها قدرة وضعها الله سبحانه وتعالى في دماغ الإنسان، وعندما يفعلها يفعلها بطرائق معينة مستخدما الذواكر القريبة والمتوسطة والبعيدة وآليات معينة يعرفها دارسو علم الأعصاب أو اللسانيات النفسية والعصبية. طيب في الاستوديو دكتور هاني، تصنف اللغات أنها هذه لغة متقدمة وتلك لغة متأخرة، أو هذه لغة غنية ثرية والأخرى لغة فقيرة، من أين تنشأ هذه التصنيفات أو ما الاعتبارات التي تطلق على أساسها؟ في البداية يعني أتوجه بالشكر لحضرتك على هذه الدعوة الكريمة، وأتوجه بالشكر إلى أستاذنا المشارك الضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أستاذنا الكريم، تصنيف اللغات إلى بدائية وإلى متقدمة وإلى غير ذلك من تصنيفات تكاد أن تكون تصنيفات غير علمية، واللسانيات الحديثة تساوي بين جميع اللغات حتى بين اللهجات، فاللغات التي هي في أدنى أفريقيا وهي غير مدونة وغير ذلك فيها من التعقيدات التركيبية واللغوية والظواهر اللسانية ما في اللغات المشهورة أو اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، ولكن نستطيع أن نقول هذه اللغة غنية أو هذه اللغة ذات تأثير بما تحمله من أفكار، بما تحمله من حضارة، بما تحمله من ثقافة، بما تحمله من تاريخ، فاللغة التي يعني تعبر عن الحضارة الإنسانية أو الحضارة القومية في حدها الأدنى هي اللغة الأكثر تقدما، بينما اللغة التي تكون لكن أرجو المعذرة تفضل. دكتور هذا تقول كلاما مهما، لكن ربما سؤالي متعلق في بنية اللغة ابتداء، يعني مثلا بنية اللغة الإنجليزية مثل البنية التي تقوم عليها اللغة الصينية على سبيل المثال، يعني في الدراسات الحديثة وربما تشومسكي له في هذه نظرية مشهورة جدا الأمريكي. نعم البنية العميقة والبنية السطحية، وأستاذنا قال هي اللغة هي قدرة، فبالتالي جميع اللغات بلا استثناء ما نطلق عليه بدائية أو ما نطلق عليه متقدمة، لا، في العمق التركيب في عمق الأصوات في غيرها لها بنية معقدة، بل بعض اللغات البدائية أو ما يطلق عليها بدائية هي أكثر تعقيدا من اللغات المشهورة واللغات المتعارف عليها، فالقضية ليست قضية تنطلق من ذات اللغة فنقول هذه اللغة في ذاتها هي لغة بدائية وهذه اللغة في ذاتها لغة متقدمة، لا، اللغة بما تحمله من دلالات، بما تحمله من أفكار، بما يعبر به الجمهورها أو متحدثها هو الذي يرتقي باللغة، عندما تكون اللغة هي أداة للعلم وإلى الثقافة وإلى الأدب ترتقي، لذا نجد يعني في الحضارات الإنسانية مثلا حتى يعني يقولون عبارة جميلة أن الصراع بين الشعوب هو صراع لغوي في الأصل، فالحضارات الإنسانية التي تعبر يعني كان في اللاتينية واليونانية، بعد ذلك جاءت العربية مع انتشار الإسلام أصبحت لغة عالمية، فالذي يعطي هذه اللغة لغة عالمية أو يعطيها أنها متقدمة هي ما تحمله من فكر وفلسفة وثقافة، ولا أستطيع من الناحية العلمية البحتة أن أنظر إلى اللغة وأقول أنها من حيث تراكيبها من حيث صياغتها هي لغة بدائية وهذه أكثر تعقيدا، فهذا أمر غير علمي ولا يعترف به علم اللسانيات الحديثة. طيب أعود إلى الدوحة دكتور أحمد، يعني ظاهرة التنوع اللغوي انتشار اللغات في الأرض، يعني هناك إحصائيات أن البشر يتكلمون بأكثر من 7000 لغة، من أين نشأ هذا التنوع اللغوي وما قيمته ابتداء؟
الحق، وأنا بدوري أوجه التحية إلى ضيفك الكريم، يعني ربما أكون قد سهوت عن ذلك في بداية الحلقة، وأنا يعني أثني على هذا الكلام. الحق إن تفاضل اللغات العالمية، فقط لأعالج هذه القضية على عجالة، يعني لا يوجد تفاضل بين اللغات إلا بقدر ما تستطيع اللغة أن تقول الفكر الإنساني، وهذا يعني يأتي من مخزونها المعجمي ومن قدرتها على الإحاطة بأساليبها النحوية إلى آخره. إذا أنت تثبت الآن التفاضل، بالنسبة إلى إذا تنوع دكتور اللغات، أحمد، إذا دكتور أحمد بهذا التعليق أنت تثبت التفاضل. لا أثبت التفاضل، يعني مسألة في العلم لا يوجد، مثلا لا نستطيع أن نقول والله النحاس أحلى من الحديد، أو أنا أحب مثلا إلا إذا كان عبارة عن رأي شخصي، يعني الذاتية في الموضوع واضحة إذا قلت أنا أفضل الذهب على البلاتين، لكن علميا هو هذا معدن وهذا معدن، واللغات متساوية في الدرس اللساني، لا يوجد تفاضل إن هذه أحسن أو هذه أفضل. يعني كما ذكر لك مثلا متحدث الهوسة في اللغات الأفريقية أو السواحلي مثلا، أو حتى المتحدثون في يعني في أستراليا في مجاهل الغابات الأسترالية يستطيعون أن يتواصلوا فيما بينهم وأن يؤدوا الأغراض، التعبير عن مشاعرهم وعن غاياتهم في الصيد وفي ويشكلون مجتمعات، رغم أن يعني لغاتهم أضعف من حيث المعجم ومن حيث البنية النحوية ومن حيث الآلة الصرفية، هي أضعف بكثير من اللغات المتطورة التي حملت فكرا إنسانيا وتلقت يعني أو استطاعت أن تحتوي الرسائل السماوية خاصة. لذلك يعني هذه اللغات إذا يعني أردنا أن نأخذ معيار تفاضل، لا نستطيع أن نقول أفضل لأنها تؤدي وظيفة التواصل أكثر من غيرها، لا، يعني كل حزب بما لديهم فرحون ويستطيعون أن يتواصلوا بلغتهم. طيب. نستطيع أن نقول هذه اللغة في اللسانيات التقابلية أو حتى في اللسانيات المقارنة، نقول هذه اللغة بالنسبة إلى هذه اللغة مثلا مخزونها اللفظي أكبر، هذه مثلا أدواتها الصرفية مثلا أكثر من حيث الاشتقاق ومن حيث، لكن اللغات تتفاوت في هذه المسألة، هناك لغات إلصاقية وهناك لغات اشتقاقية، هناك لغات تعمل على مبدأ الجذر مثل اللغات الثانية وهناك ماذا مبدأ عن منشأ هذا التنوع؟ ماذا عن منشأ هذا التنوع؟ التنوع اللغوي، يعني حتى نرد على انه نجيب يعني عن هذا التساؤل، الحقيقة يعني حاول العلماء لفترة طويلة أن يبحثوا لكي يصلوا إلى اللغة الإنسانية الأم، وقضوا فترة طويلة جدا، ولكن قررت يعني المؤسسات اللسانية البحثية أن هذا الموضوع ما عاد يعني يستحق الاهتمام، لأنه لا نستطيع أن نصل. نعرف أن هناك يعني عوائل لغوية أو أسر لغوية كبرى مثل الهندو أوروبية ومثل اللغات السامية واللغات الحامية التي تشترك أيضا في لغة واحدة، لغة أم الحامية السامية إلى ما هنالك، لكن لا نستطيع أن نصل. من أين جاء هذا التنوع؟ الحقيقة أن كل مجموعة لغوية عندما تنفرد عن المجموعة الأكبر، يعني تتركها وتغادر، لغتها عرضة للتحول والتغير بسبب الظروف الجغرافية، الظروف التاريخية، اللقاء بمجموعات لغوية أخرى، لذلك تتغير لغتها ثم تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. وغالبا ينطبق عليها قانون ما نسميه يعني قانون الاقتصاد اللغوي، فتتخفف كثيرا مما كانت عليه لغتها الأم. انظر إلى اللغة العربية الفصحى التي كانت تحتوي على الكثير من المسائل مثل المثنى، وإذا نظرنا الآن إلى اللهجات العربية الموجودة في بقاع الأرض، وهي كثيرة في الحقيقة، لا تعد على عدد الدول فقط، في كل دولة توجد مئات اللهجات، هذه اللهجات تخلت مثلا عن المثنى، تخلت عن مثلا الإعراب بحركات الإعراب، أصبحت الآن لغات تسمى لغات نظمية أوردر، فتعتمد على نظم الكلمات، ضرب موسى عيسى، خلاص موسى هو الضارب وعيسى المضروب، أو ضرب محمد خالد، محمد الضارب وخالد المضروب. كانت العربية تستطيع أن تقول ضرب محمدا خالد فيكون خالد هو الضارب. كل هذا التطور يعني يصيب لغات العالم أجمع. لذلك كلما انفردت مجموعة اجتماعية معينة وانتقلت إلى مكان معين وشكلت يعني جماعة، ستكون لها لغة معينة، وتتأثر هذه اللغة يعني صعودا وهبوطا، انتشارا وانحسارا، تأثرا وتأثيرا بما يحيط بها من
المسائل المحيطية والجغرافية والسكانية إلى ما هنالك. التعدد كثير بتعدد الجماعات اللغوية، عندما انتقلت الجماعات من ضفة ما في قارة ما إلى الضفة الأخرى عبر السفن، انتقلت بلغتها الأم، لكن بمجرد وصولها إلى هناك وتوالد الأجيال جيلا بعد جيل تتغير اللغة، تنسى كثير من الكلمات وتولد كلمات جديدة من أجل أن تحيط بهذا المكان الجديد الذي انتقلت إليه هذه الجماعة. طيب. ثم إن هذه الجماعة تبدأ تنشأ بينها علاقات مختلفة، وتصوراتها للكون تكون تصورات مختلفة، ولعل هذا الذي يعيدنا إلى طرح قضية علاقة اللغة بالفكر والتصورات الكونية. فهذه التصورات الجديدة تكون مختلفة عن تصورات الأجداد والأجداد القدامى إلى ما هنالك، فتجاري اللغة الجديدة ما يحتاجه الإنسان من التعبير عن فكره، عن مشاعره الجديدة، عن علاقاته الجديدة، لأن الإنسان عندما يأتي إلى بيئة جديدة وتتغير عاداته، يجب أن تتغير اللغة لكي تلاحق هذا التغير. طيب هذا عادات الزواج والطلاق والدفن والأكل والشرب واللباس إلى ما هنالك. طيب تتغير مع مرور الزمن، تحتاج اللغة إلى أن تشاري هذا الأمر من أجل أن يستطيع الإنسان أن يبقى ذلك الكائن الاجتماعي الذي يدرك ما يحيط به. طيب. ويستطيع أن يعبر هذا عن هذا الكون وعن مكنوناته وعن فكره هو. هذا توصيف يعني حقيقة لسياق تطور اللغات، توصيف واسع، وقد أصبته وأصبت كبد ما نريد أن نسمعه منك. شكرا لك دكتور. لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل أريد أن أعود إلى الاستوديو. دكتور هاني، ما الوظيفة الجوهرية للغة ابتداء، وما الوظائف الناشئة عن هذه الوظيفة؟ اللغة تحمل العديد من الوظائف، وقد يكون من المشهور أنها للتواصل، ولكن أكاد وتكاد الدراسات الحديثة أن تذكر أن التواصل هو أدنى وظائف اللغة. يعني أدنى وظيفة تقدمها اللغة هي التواصل. ليه؟ يعني الإنسان يستطيع أن يتواصل، الطفل يتواصل بلغة، يتواصل بالإشارة، الحيوانات تتواصل، الطيور تتواصل، هذا أدنى مستوى من وظائف اللغة. لكن اللغة في أصل الوظائف وأهم وظيفة هي الفكر. كيف يستطيع الإنسان أن يفكر، وكيف الإنسان يستطيع أن يبدع، وكيف الإنسان يستطيع أن يسجل التاريخ، حتى يقال أن الإنسان ليس إنسان أنه حيوان ناطق، لكنه إنسان له تاريخ. نجد الحيوانات، نجد الطيور تتواصل ولها تجارب، لكن لا نجد هذه الحيوانات ولا نجد هذه الطيور التي تملك لغة تواصلية بينها وبين قبيلتها وبين جماعتها تسجل هذا التاريخ وتسجل هذه التجربة. بينما الإنسان الذي يملك لغة متكاملة ويملك اللغة في التواصل اليومي يستطيع أن ينقل التجارب وينقل تجاربه وينقل تاريخه عن طريق هذه اللغة. يعني عندما تقول الحضارة اليونانية بأن الإنسان حيوان ناطق، يعني كما لو أنه هو التفريق بينه وبين باقي المخلوقات هو من حيث اللغة، تعطي أهمية كبيرة للغة. ماذا يفهم من هذا التركيب؟ يعني هذه أهمية حقيقية ونقرها، لكن ليست هي الأهمية الأولى. يعني كما ذكرنا بعض الحيوانات الببغاوات تنطق، تمام، بعض سجلت الدراسة الحديثة أن بعض الحيوانات لها لغة تواصلية بينها وتعبر عن حاجاتها. فهي القيمة ليست في النطق، القيمة في أني أسجل هذا النطق وأدون هذه الكلمات وأدون هذه التجارب لأنقلها للأجيال التالية، وأستفيد من خبرات السابقين وأستفيد من الحضارات السابقة وأنقلها إلى الأجيال القادمة. وهذا الدور لن يكون إلا عن طريق اللغة، سواء كانت هذه اللغة مكتوبة أم كانت منطوقة، وهذا ما يتوفر مع الكائنات الأخرى. طيب دكتور أحمد، قبل أن نذهب إلى الفاصل أعطيك من فضلك نصف دقيقة، كأنه لديك اعتراض، لاحظت إيماءات عندك اعتراض على تقرير الفلاسفة اليونانيين من أن الإنسان حيوان ناطق، تفضل بنصف دقيقة من فضلك. هو ليس اعتراضا في الحقيقة، هي نشأت الفكرة من مقولة أرسطو أن الإنسان كائن عنده لوغوس، ولذلك أنا أقول لك مصطلح لغة في اللغة العربية ليس عربيا حقيقيا. لوغوس يعني يترجم بترجمتين عربيتين، الإنسان كائن يمتلك منطقا، فالمنطق إما أن يعبر، أهل اللسانيات يقولون يعني يستطيع أن ينطق، وأهل الفكر والفلسفة يقولون يمتلك منطقا المناطق. ولذلك يعني التعبير القرآني حقيقة رائع ومبدع،
عندما قال سيدنا سليمان في سورة النمل في الآية 16: علمنا منطق الطير. الحقيقة هذا المصطلح جامع، كل التفاسير تقول لك تعلم أو علمه ربه مثلا كيف يتكلم الطير ويفهم لغة الطير، لكن أيضا نستطيع أن نقول يعرف أيضا كيف يفكر الطير وبماذا يفكر، وهذا هو ربما قبل الفاصل أو بعده الذي يجعلنا نربط، وهكذا ربط العلماء بين المنطق بين النطق والمنطق الذي هو الفكر. لذلك أنا لا أعترض، فقط أردت أن أوضح هذه المقولة من خلال مصطلح لوغوس المشهور عند أرسطو الذي انطلقت منه مسألة الربط بين اللسان وبين الفكر وما نفكر فيه أي المنطق. وهو ما سنتوسع فيه بعد قليل إن شاء الله، علاقة اللغة بالفكر التفاعلية إلى أي مدى تؤثر بالفكر وتؤثر على سلامة الفكر وطبيعته، هو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث في موضوع اللغة وعلاقتها بالفكر والتصورات. هو معلش بالإذن من الدكتور هاني أعود إلى الدوحة. دكتور أحمد، يعني هناك حديث طويل ذو طبيعة تشابكية إذا ما صح التعبير في العلاقة بين اللغة والفكر وعن أسبقية أحدهما على الآخر. طرفا هذا الحديث هما الفلاسفة واللغويون. ما منشأ هذه الجدلية؟ المنشأ كما ذكرت قبل الفاصل هو الفهم أو ترجمة مصطلح لوغوس التي تعني المنطق، والمنطق في الحقيقة كما ذكرت هو المتعلق بالنطق أي الأداء اللساني الذي يتمتع به الإنسان دون غيره للتعبير عن مكنوناته، وتعني المنطق أي التفكير الذي يقوم به الإنسان من أجل أن يعبر عن مشاعر أو عن فكرة لديه أو عن علاقة الأشياء ببعضها أو عن فهمه للكون. لذلك من هنا جاءت إشكالية، أو ليست إشكالية، جاءت في الحقيقة هذا الصراع أو هذا الخلاف بين المناطق أهل المنطق والفلسفة وبين اللسانيين، فكل واحد يقول يجر اللحاف إلى طرفه، يقول لا، كان أرسطو يعني بمقولته إن الإنسان كائن ذو منطق أنه يعني لديه القدرة على التعبير عن مكنوناته باستعمال جهاز الصوات هذا، وأهل الفلسفة يقولون لا، هو قادر على أن يفكر، لأن الحقيقة لأن الكائنات الأخرى كما تفضل الدكتور هاني أيضا لديها القدرة على التواصل، نحن أيضا لدينا القدرة على التواصل بدون هذه اللغة المعروفة، هذا اللسان هذا الذي نتحدثه والذي أستعمله الآن للتواصل معكم، نستعمل يعني أنظمة تواصل أخرى مثل الأنظمة الإشارية، الأنظمة اللباس كما في الجيش أو في عند أهل الدين مثلا، أنظمة الألوان، أنظمة الرموز، الحركات المستعملة مثلا الأعلام لقيادة الطائرات في المطارات أو السفن إلى آخره، هناك أنظمة تواصل كثيرة، لكن الذي نتحدث عنه هذا اللسان أو هذا الذي نستعمل فيه النطق هو هذا الذي نعني فيه اليوم. كذلك المخلوقات الأخرى لديها أنظمة تواصل فيما بينها، لكن لا نستطيع أن نقول إن لديها فكراً، الحقيقة هي تستطيع أن تفكر، هذا الذي أنا يعني أنا أصر عليه دائما في بعض مقولاتي يعني مع بكل تواضع، الكائنات الأخرى لديها تفكير لأنها تستطيع أن تهتدي إلى أعشاشها وبيوتها وتستطيع أن تعرف كيف تصطاد وتأكل وتكسر بعض القوقعات من أجل أن تستخرج ما فيها إلى آخره، سواء كانت بحرية أو برية أو جوية، ولكن الذي يفرقها عن الإنسان ويفرق الإنسان عنها أن الإنسان يمتاز بالتفكر وليس بالتفكير. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يقول تفكروا أو يتفكرون،
أما الفكر هذا أو التفكير البسيط موجود لدى كل المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يضع في هذا لكي يهديها إلى سبل أن تعيش، الله هو الرزاق الكريم. أما التفكر فهو قدرة موجودة عند الإنسان فقط دون غيره من المخلوقات. نعم. وكذلك فإن التواصل كأساس للوجود الاجتماعي أو هذه اللغة، اللغة قدرة موجودة لدى كل الكائنات التي تحتاج أن تكون في بيئة اجتماعية لكي تستطيع أن تجذب إليها أشباهها وتنقل إليها رغباتها. ولكن اللسان هو ما اختص به الإنسان دون اللغة، اللغة قدرة موجودة لكن اللسان هو الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به. نعم. وهذا الفرق بين لغة ولسان هو نفسه الذي يعني تولد من خلال فكرة لوغوس. الإنسان يستطيع أن يفكر وهذا أدنى مراحل، ولكن يستطيع أن يتفكر وهذه المرحلة العليا. نعم. وهذا التفكر لا يتعلق فقط بما يجري حوله، أصلا هذا اللسان وهذه اللغة هي قد تكون موضوعا للتفكر كما نعرف، يعني هي عبارة عن مادة للتفكر عندما وهي الحقيقة الشيء الوحيد في العالم. نعم. الذي نستعمله من أجل أن نتفكر فيه، يعني إذا أردنا أن نتفكر في الطب والمخلوقات نستعمل اللسان أو اللغة إن شئتم، إذا أردنا أن نتفكر بالرياضيات نستعمل اللغة، لكن دكتور وإذا أردنا أن نتفكر أحمد في اللغة نستعمل. نعم. اللغة فهي الوحيدة في العالم. نعم. التي نستعملها من أجل أن نتفكر فيها. نريد في هذه الحلقة دكتور، لو أذنت لي دكتور، يعني نريد في هذه الحلقة يعني نحن أيضا نتحدث معكم من أجل بيان حقيقة العلاقة بين ما تفضلت به وهو ملحظ مهم، يعني الغوص من التفكير إلى درجة أعمق في العمل العقلي أو في الجهد العقلي وهو التفكر. لو أذنت لي دكتور أحمد أن أعود مرة أخرى إلى الاستوديو لأسأل ضيفي الدكتور هاني عن علاقة ما أسماه دكتورنا الدكتور أحمد التفكر الذي هو مستوى عقلي أعمق من الفكر. نعم. علاقة التفكر باللغة، ما الذي تخدمه هنا، تقدمه اللغة لقضية التفكر؟ نعم، جزاك الله خير، وأشكر يعني أستاذنا الدكتور أحمد على هذه اللفتة الطيبة. نحن ذكرنا أن وظائف اللغة، الوظيفة الدنيا والوظيفة الأدنى هي التواصلية، لكن هنالك وظيفة أعلى وهي الإبداع، والإبداع لا يأتي إلا عن طريق التفكر. إذا أنا حتى أقدم يعني عملا إبداعيا، شعرا، أدبا، فلسفة، ثقافة، هذا يحتاج مني أن أتفكر. والتفكر الأداة والوسيلة الأساسية به ما هي؟ اللغة. الإنسان يعني كما ذكرتم هنالك يعني جدالية قائمة، أيهما أسبق، هل اللغة أم الفكر أم هم متكاملان؟ هذا لا يتم، يعني الخلاصة لا يتم الفكر ولا يتم التفكر ولا يتم الإبداع ولا يتم الخيال إلا عن طريق وسيلة واحدة هي اللغة، سواء إن كانت اللغة هي الأسبق أو هي التالية أو هي الوسيلة، لكن لا نستطيع أن نفصل اللغة عن الفكر، فهي الأداة الحقيقية التي يستطيع أن يعبر بها الإنسان عن أفكاره، عن واقعه، عن أحلامه، عن مشاعره. هذا الأمر هو الذي يعني يميز الإنسان ويجعل الإنسان يعني له التفضيل. عندما تقول إن اللغة هي أداة التعبير عن أفكاره، هذا يعني أنك من أنصار المدرسة التي تقول بأن الفكرة أسبق من اللغة وأن اللغة لا تساهم في صبغ المحتوى العقلي؟ لا، أنا لست الآن مع هذه المدرسة أو ضد هذه المدرسة، أنا أرى أن هذا جدال فلسفي وليس عملي، لأننا نستطيع أن يعني لا نستطيع أن نوظف هذه أو نوصف هذه الظاهرة لأنها ظاهرة فلسفية، لكن أنا مقتنع وأنا أؤمن وهذا رأيي يعني له ما يؤيده من المدارس الحديثة أن العلاقة بين الفكر واللغة علاقة تكاملية، وأن الحوار والجدل أيهما أسبق مثل ما قال أستاذنا كما يدعو يعني من يبحث عن منشأ اللغة، متى نشأت، حتى أن الجمعية الفرنسية في منتصف العشرينيات أقرت أن هذا بحث يعني لا يعني خارج الواقعية ولن تقبل منه أبحاث، يعني وأنا أظن وهذا رأيي الشخصي أن البحث عن أيهما أسبق اللغة أم الفكر هي علاقة جدالية فلسفية، لكن الذي تقره كلا المدرستين هو ما أن اللغة والفكر متكاملان ولا يستطيع أن ينفصل عن بعضهما، لا أستطيع أن يكون هنالك فكر دون لغة ولن تكون هنالك لغة دون فكر. لماذا سألتك هذا السؤال أحمد دكتور هاني؟ عفوا، لأنه
بما يمكن أن نفسر اختلاف نظرة الياباني إلى هذا الكون والوجود عن نظرة العربي مثلا؟ نعم، ما دور اللغة في هذا الاختلاف في التصورات؟ نعم، جزاك الله خير، هذا هو الأساس. يعني يقول بعض العلماء والمحدثين، يقول لغتي حدود عالمي، وحدود عالمي هو حدود لغتي. الإنسان، اللغة هي تعبير عن التوصيف، هي تصور الإنسان للإنسان الواقع. فأنا من خلال هذه اللغة، هذه اللسان الذي أنا أتكلم به وأتصور به، أنا أستطيع أن أصف الكون، أستطيع أن أصف المشاعر المرتبطة بيني وبينك، وأستطيع أن أتواصل. وخاصة أن اللغة ما إلا هي كما قال يعني أستاذنا، هي ظاهرة اجتماعية لتعبر، يتعارف عليها القوم، يتعارف عليها الجماعة اللغوية. فأنا عندما أعبر بكلمة معينة، لابد المستقبل، المرسل الآن والمستقبل، يكون بينهما توافق واتفاق على هذا المعنى. فبالتالي اللغة هي العامل المشترك الذي يجمع بين جماعة لغوية. هذه الجماعة اللغوية تنطلق في تصور واحد إلى حد ما، أو متفق نحو العالم. طيب أنا حقيقة أذهب إلى الدوحة دكتور أحمد، يعني ما زلت أتوقف مليا مع ما قاله العالم اللساني الكبير الأمريكي نعوم تشومسكي، عندما قال إنني ارتكبت في حياتي خطأ تاريخيا بأن أهملت دراسة اللغة العربية بالطريقة التي ينبغي أن تدرس وبالقدر الذي ينبغي أن تدرس. يعني حقيقة نحتاج منك وأنت أستاذ اللسانيات أن تفكك هذا الكلام، وأن حتى نفهمه أكثر، لأنه قال تقصيري في دراسة اللغة العربية أورثني نقصا في فهم هذا الكون، في فهم الوجود. هذا كلام كبير يحتاج إلى تفكيك وفهم بشيء من الاختصار لو تفضلت. الحقيقة فقط يعني أنا سألت الدكتور ميشيل زكريا شفاه الله وعافاه عندما زار تشومسكي لبنان، قلت له هل طرحت عليه سؤال إن كان يعرف العربية؟ قال لي نعم، وقال إنه اطلع عليها يعني نوعا ما وقرأ. وأنا كنت أتشاطر المكتب مع المرحوم الدكتور مازن الوعر، يعني كنا أنا وإياه في مكتب واحد، وهو الذي قدم لي يعني للدكتور مازن رسالة الدكتوراه. الحقيقة نعم تشومسكي يعرف اللغة العربية معرفة يعني الذي لا يتقنها، لكن يعرف شيئا عنها. والذي يقرأ فكر تشومسكي يعرف أنه اطلع عليها في الحقيقة. ولا ننسى أن تشومسكي يعني أنه ابن عائلة، أبوه كان يدرس يعني اللغة العبرية في المدارس الدينية في أمريكا، ويعرف تشومسكي اللغة العبرية بدقة. ومن يعرف العبرية يعرف العربية، يعني بهذا شيء. الحقيقة لماذا يعني سؤالك مهم جدا وجوهري، يعني لماذا يجب أن نعرف مثلا لغة مثل اللغة العربية؟ أولا يعني حتى أكون بمقدمة بسيطة، ابن حزم رحمه الله يقول لا سبيل إلى بقاء أحد من الناس وجوده دون كلام، يعني يقصد اللغة. فوجود الإنسان مرتبط باللغة، يعني تتفاوت اللغات في الحقيقة في التعبير عن مكنونات الكون وموجوداته في طرائق، بطرائقها وباستعمالها لآلات كثيرة. نحن فقط حتى نعطي للمشاهد الكريم والمتابعين والمتابعات الأجلاء، يعني اللغات تتفاوت مثلا في أنظمة مثل وهي تتعلق بمسألة الفكر، يعني حتى نعرف الموضوع بشكل جيد. طبعا تتفاوت في أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية، لكن أيضا تتفاوت في أشياء مثلا في طرائق أنظمة مثلا العد والحساب. تعرف أن هناك لغات تعتمد العد العشري مثلا مثل اللغة العربية، هناك لغات تعتمد العد الخماسي أو العد السباعي أو العد الاثنى عشري مثلا، وعليه يعني تأتي منها أنظمة الإفراد والتثنية والجمع وإلى آخره. هناك لغات حتى يوجد فيها الجمع من أربعة وليس من ثلاثة. تختلف اللغات بمنظومة الضمائر أيضا للتعبير طيب عن يعني المتكلم دكتور نظرا لضيق الوقت أرجو معذرة دكتور أحمد، نظرا لضيق الوقت يعني لأن الوقت أدركنا، ألتمس منك تفكيك كلام تشومسكي فيما يتعلق بهذه القضية. نعم، اللغة العربية في الحقيقة يعني لماذا يجب أن ندرسها وأن نهتم بها كثيرا؟ لأن كل ما أردت أن أذكره من أنظمة العد وأنظمة الضمائر والتذكير والتأنيث وعلاقة اللغة بالزمان والمكان، أنظمة الصياغة الصرفية للتصغير والمبالغة والجمع وجمع الجمع إلى آخره، أنظمة التعبير عن الاتجاهات والمكان إلى آخره، اللغة العربية في الحقيقة أبدعت فيها.
أبدعت فيها بحيث أنها استطاعت، وهذا ليس بفضل اللغة العربية، بفضل الله الذي منحها ذلك، لأنها لكي تستطيع أن تستوعب كلام الله عز وجل. يعني يجب أن نعرف أن اللغة يعني عبارة عن وعاء، لكي يستطيع أن يستوعب مقولات أو كلام الله عز وجل يجب أن تكون هذه اللغة يعني تتمتع بأكثر الخصائص الموجودة في لغات العالم. لذلك ما تمتاز به اللغة العربية من هذه الخصائص قد لا تمتاز به لغات أخرى. ومن هنا يعني هذه طرف من مقولة تشومسكي، هذه اللغة بحد ذاتها. بالطرف الآخر، ما بذله الأجداد والعلماء العرب في خدمة هذه اللغة العربية في الحقيقة سبقهم الهنود. فقط عندنا كتاب واحد هو كتاب بانيني، هي قواعد بانيني المشهورة والتي ما عادت لها يعني هذه الشهرة الكبيرة، بعض مقولات الإغريق أفلاطون وأرسطو ومن يعني جاء معهم مثل محاورات كراتيلوس وغيره كما يعني نقلت إلينا، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي رحمه الله. والعرب، العرب هم الحضارة الوحيدة التي استطاعت أن تخدم لغتها خدمة إلى الآن لم يخدمها أحد للغته، فبذلوا فيها جهودا في التعبير عن يعني عن تركيبها، عن أدواتها، عن عناصرها، عن علاقاتها، فككوها وركبوها واستطاعوا أن يضعوا نظريات خارقة للعادة مثل نظرية العامل والنظريات الأخرى التي جاء تشومسكي أيضا وقال بها يعني دون أن يحيل إلى اللغة العربية. ومن هنا تأتي أهمية أن كل دارس للغات حقيقة يجب أن يتعلم شيئا من اللغة العربية. ليست المسألة شوفينية لأني أنا عربي وأحب لغتي، هذه مقولة يقولها كل الناس الذين التقينا ودرسنا عليهم في الحقيقة في الغرب، يقولون تتمتع اللغة العربية بالأجهزة، أجهزة الصياغة صرفية وصوتية ونحوية لا تتمتع بها كثير من لغات العالم. طيب. ولذلك يعني دراستها وللأسف يهتم بها غيره يعني أبنائها، وأبناؤها يهملونها ويذهبون باتجاه يعني يتأثرون بالحقيقة بالإعلام الذي يروج للغات الأخرى، مع أن اللغة العربية ولله الحمد يعني تأخذ مدا جيدا في الوقت الحاضر. في السياق ذاته لو عدنا إلى الاستوديو دكتور أحمد، حقيقة كتب التاريخ المؤرخين يذكرون عن العرب عندما نتحدث عن السمات، وهنا موضوع متصل، أن العربي تورد كتب التاريخ أنه عرف بالنجدة والمروءة والشجاعة ونجدة الملهوف، هذه سمات عامة يعني عرف بها العربي. في موضع آخر تنقل كتب التاريخ عندما تتحدث عن أمة العرب تقول أن العربي إذا لبس عمامته وجرد سيفه رؤي في عينيه الموت من الشدة والبأس. هل لهذه السمات علاقة ما بشكل أو بآخر بالمنطوق، باللغة، ببنية اللغة؟ جميل، هذا سؤال جميل يعني، ويجعلني أعود إلى السؤال الذي سبقه وهو علاقة اللغة بالفكر والتصور. ذكر أستاذنا ويعني لفت نظري إلى أمر مهم. مثلا في اللغات النظرة إلى المذكر والمؤنث، اللغة العربية تفرق بين المذكر والمؤنث، بينما نجد لغة مثل اللغة التركية ولغات أخرى لا تفرق بين المذكر والمؤنث. نجد لغة مثل اللغة الألمانية فيها مذكر وفيها مؤنث وفيها محايد. هذه النظرة تنبع من أين؟ تنبع من اللغة، بالتالي أنا تصوري للواقع سيكون من هذه من هذا المنطلق. أيضا من الأمثلة التي يجب أن نشير إليها التعبير عن الزمن. في اللغة العربية دكتورنا تمام حسان ذكر أن الزمن النحوي أكثر من 16 زمنا، بينما في اللغات الأخرى الزمن قد يصل إلى 7 إلى أقل إلى غير ذلك. فاللغة العربية عندها القدرة العالية عن التعبير عن المعنى الذي يريد أن يعبر عنه الفرد تعبيرا دقيقا، وربما هذا السر في اختيار الله عز وجل لهذه اللغة لأن تكون لغة القرآن الكريم، لأنها عندها القدرة التعبير زمنيا. المفردات اللغة العربية من أغنى اللغات من حيث المعجم والمفردات. نأتي إلى علاقة البيئة بالسمات الشخصية. نأتي إلى علاقة البيئة والسمات الشخصية باللغة. اللغة هي تشكيل لوعي الجماعة، هذا أول. والعلاقة بينهم علاقة يعني ثنائية، البيئة تؤثر في اللغة واللغة تؤثر في البيئة.
نأتي مثلا إلى اللغة العربية. اللغة العربية عندما نأتي إلى مفردات الصحراء ومفردات الجمال، مفردات الشهامة، مفردات الكرم والمروءة وما ذكرت إلى ذلك من سمات، تجد في المعجم العربي لها آلاف الألفاظ والعديد والترادف اللفظي والصفات وما لا عد. بينما إذا جئنا إلى مفردات الثلج والجليد والبيئة نجدها فقيرة. لماذا؟ هذه البيئة الجليدية غير متوفرة عند العربي، فيكفي له لفظ أو اثنين للتعبير عنها. بينما نجد هذه البيئة في اللغة مثلا التركية غنية، لأن المطر مستمر على مدار السنة وأن الجليد مستمر على مدار السنة. فإذن البيئة الآن أثرت على اللغة وأنتجت مفردات حتى يستطيع ابن اللغة أن يفرق بين حالة بسيطة وغيره. بالتالي ما أريد أن أوصل إليه بالفكرة، السمات الشخصية التي يتحلى بها العربي لابد أن تكون هنالك مفردات دقيقة تعبر عن صفة وأخرى وإن كان الفارق بينهما بسيطا. بعيدا عن البيئة، يعني أيضا دكتور في مسائل مشتركة بين البشر. نعم. دراسة مثلا أذكر لك، دراسة قرأتها بريطانية تتحدث عن أن خلصت بعد دراسة 20 لغة حول العالم في قارات. نعم. العالم أجمع، أن مثلا البريطانيون برعوا في التعبير عن الألوان. نعم. أما الفرس فقد برعوا في التعبير عن الطعم. نعم. وذكرت أن اللغة العربية هي أوسع هذه اللغات في كثير من التعبير، وضربت مثلا في كلمة الحب. نعم. الحب ثمت 14 مرحلة تمر بها هذه المشاعر، بدءا من الحب وانتهاءا بالهيام. نعم. الهيام. كيف يمكن أن يفهم هذا يعني؟ يعني هذا الأمر، هذا الثراء. نعم، هذا الثراء يرجع إلى ثراء العربي في بيئته. هو إنسان متفرغ تمام، يعيش بلسانه. يعني من نعم الله عز وجل، يعني عندما يفقد الإنسان شيئا يعوضه عن شيء. العربي وظيفته في الصحراء يرعى ومتفرغ للتفكير وللتأمل وللإبداع، كان إبداعه في اللغة، فبالتالي جاءت الفروق اللغوية والمشترك أو الترادف اللفظي وإلى التنوع. هذا يدل على ثراء اللغة. لماذا يدل على ثراء؟ من الفراغ ومن الثقافة ومن التأمل الذي عاشه العربي في بيئة أعطاه مزيدا من الوقت، أعطاه مزيدا من الفكر، إلى ما نقول يعني من الجلسات السمر التي يقضيها مع الصحب ولا غير ذلك. وبالنسبة للحب، أستاذنا في الكلية جمع أكثر من 100 لفظة عن الحب، وليس 14 مقاما فقط. لا، العربي في هذا المجال، الحب العذري والحب الصريح وغيره، أبدع في هذا المجال. نعم. لأنه يعني مشاعر إنسانية، نتفق مع بعضها ونختلف مع بعضها، لكن هي يعني حاجة إنسانية، وكما قلنا في السمر وفي جلسات وفي مسابقات الشعرية، لذا كان هذا الثراء. نعم. قال العرب دكتور أحمد صفر في الحب 14 مفردة بحسب الدراسة، و100 لفظة بحسب الدكتور هاني، وقالوا في السيف أكثر من ذلك، وقالوا في الأسد والليث ربما أكثر من 300 لفظة. هل اللغة العربية اليوم دكتور أحمد بعلومها، علم البديع والبيان والمعاني والنحو والصرف، ما زالت تصوغ وعي العرب وأخلاقهم وسماتهم وعقولهم، أم أن ثمة فراغ ومن الذي يملأه؟ الحقيقة فقط تعقيب بسيط ثم أجيب. يعني يجب أن لا نتخيل أن اللغة العربية بدأت بأهل الصحراء. يعني اللغة العربية ورثت من اللغات، نحن العرب يعني كوجود ورثت، عندما نقرأ المعجم الآرامي والسرياني والمعجم الفينيقي، كل هذه يعني عبارة عن تراث عربي وصل إلى العرب، وهو الذي أغنى العرب. الغنى الموجود لدى العرب فيما يتعلق بالكون والزراعة والفلاحة والحرب والسلم والحب موجود في هذه اللغات، وورثه العرب وأضافوا إليه. الآن هل يتكلم العربي، نحن هل نتكلم في حياتنا اليومية باللغة العربية الفصحى؟ لذلك هل ما تزال هذه اللغة مرتبطة بفكرنا؟ للأسف لا، أصبحت اللغة العربية لغة وظيفية، لغة فقط للتعبير عن الأخبار اليومية في قنوات التلفزة، اللقاءات التي مثل هذا اللقاء المبارك مثلا، بعض أيضا التدريس في الجامعات والمدارس. نعم. لكن هل نستعملها للتعبير عن فكرنا؟ في الحقيقة هي ما تزال كامنة
في أدمغتنا من حيث أنها وسيلة لربط الأشياء ببعضها، لكن الذي نعبر به في الحقيقة هو العاميات، وهذا هو الخطير الحقيقة. إذا أردتم أن تلفتوا النظر إلى هذه المسألة، نعم. العاميات الآن هي التي نقول بها فكرنا ونعبر بها عن مشاعرنا ووجداننا. الآن العاميات تختلف عن اللغة العربية. وجه الخطورة في التعبير بالعامية دكتور أحمد، أن هذه العاميات الآن ما عادت تتطابق تطابقا تاما مع اللغة العربية الفصحى. اللغة العربية تعبر عن شيء معين، مثلا كما ذكرنا بالنسبة إلى المذكر والمؤنث، بالنسبة إلى الإعراب، بالنسبة إلى العدد، إلى آخره، لها طرائق معينة للتعبير. انظر إلى الأساليب النحوية التي تستعمل في اللغة العربية الفصحى، من حيث الاستفهام، من حيث الشرط، من حيث الاستثناء، القصر، من حيث الأمر والنهي، وانظر إلى مقابلاتها في العاميات العربية، ستجد هناك فقرا كثيرا في اللغات العامية أو اللهجات العامية مقارنة بالعربية. ومن يقل فقر في اللغات العامية أو اللهجات العامية يعني الفقر بالفكر أو في الفكر، بمعنى أننا التفكير الذي أو التفكر الذي جاءنا في كتب التراث ونقرأه الآن في كتب أجدادنا لن نراه في المستقبل. ما يعني إذا لا سامح الله أصبحت الكتب تكتب بالعاميات ستكون هزيلة، يعني هي عبارة عن تعليقات بسيطة عن ما يكتب في الواجهة أو ما يسمى الفيسبوك أو المغرد التويتر أو المشهد أو إنستغرام. طيب. هذه التعليقات هي ساذجة وبسيطة، لأن هذه اللغات العامية، وهي لغات للأسف لأنها أصبحت هي أداة التواصل اليومي، نعم. إذا ما يعني كتب لها أن تعيش ستكون فقيرة، ومعنى ذلك أن الفكر الذي يعبر عنه بها سيكون فقيرا أيضا. ربما هذا يساهم في تسطيح عقول الناطقين بها، وربما هذا وجه من أوجه الخطورة. أختم معك دكتور هاني، يعني الآن العرب يتحدث، الدكتور أحمد، عن الأكثرية من العرب الذين يتحدثون باللغات العامية، وهنا لغات تجوزا هي لهجات، لكن ماذا عن النخب العربية التي بات قسم كبير منها يميل إلى التحدث باللغات الأجنبية؟ هل يمكن القول بأن منطق التفكير لدى العربي صار في حالة من التشتت بسبب إقباله على اللغات الأجنبية؟ لا شك أن الإنسان الذي يتعلم لغة ثانية وتكون هذه اللغة هي لغة العلم لديه والتعلم لها أثر كبير. حتى الرافعي يذكر، يقول: إذا كان هنالك أب وله ثلاثة أبناء وكل ابن تعلم لغة مختلفة فكأنهم من ثلاثة آباء، يعني أبناء مختلفين، يعني هم أبناء مختلفون الآن أصبحوا. هذا أمر لا شك فيه، ولذا أنا أرى أن المنظومة أكبر من عامية والفصحى، بل هي منظومة يعني تتمثل في الدعم السياسي للغة. وللأسف نرى أن اللغة العربية يتيمة بمعنى الكلمة حقيقة، تمام، بل أنها يعني تحارب من السياسات اللغوية للدول العربية. يعني أضرب لك مثالا بسيطا أستاذي، اللغة العربية إحدى اللغات الستة في الأمم المتحدة، ومع ذلك عندما نجد الدبلوماسيين العرب يتكلمون في الأمم المتحدة وهي لغتهم لغة رسمية معتمدة في الأمم المتحدة يتحدثون بالإنجليزية. هذا لا نجده عند الألمان. قد يقول قائل مراقب على الوجوه بأنهم ربما لأنهم ليسوا عربا مثلا؟ لا، كيف أنا يعني من كيف هم ليسوا عرب وهم يمثلون دبلوماسيون عرب يمثلون الدول العربية في هذا أمر يعني غير منطقي وغير مقبول. يعني هذا ليسوا عرب الهوية أقصد ربما، يعني لماذا ليسوا عرب الهوية؟ هذه هي القضية، هذه أنا التي أريد أن أقولها، أنهم هم لا يدعمون اللغة العربية ولا يتبنون اللغة العربية، بل في المؤتمرات الصحفية عندما يأتي الزائر من دولة أجنبية إلى دولة عربية أو إلى مؤتمر عربي، حتى وإن كان هذا المؤتمر يناقش قضية تعليمية في اللغة العربية، تجد العرب إلى لغة إنجليزية. يتحدثون الإنجليزية. يعني هذا أمر غريب، أمر عجيب، هذا أمر. والأمر الثاني، أنا يعني أضم صوتي مع صوت الأستاذ أحمد في أن العامية تمثل يعني فقرا شديدا، لكن لا أريد أن ننظر إلى هذا الأمر يعني بنظرة تعسفية، بل إن العاميات هي مستوى مستويات اللغة العربية. وأقول لك أن العاميات الحديثة الآن، العاميات الموجودة، ساهمت في الحفاظ على اللغة العربية. هذه وجهة نظري أنا الشخصية. تجد بعض الألفاظ الموجودة في العاميات هي فصيحة 100%،
كان القضية ليست ألفاظ وإنما قضية صوغ وسمت وتراكيب لغوية. سأضرب لك قضية أكبر بكثير من الألفاظ. أكبر من المفردات وأكبر من الألفاظ. البنية الأساسية للغة العربية كامنة في العاميات، بل إن العاميات في بعض الأحيان حافظت على بنية اللغة يعني العربية. هل هل تريد أن تقول لي بنصف دقيقة دكتور بأن العامي الذي لا يستطيع التحدث ولا يفهم الفصيحة يمكن أن يفهم كلام الله في القرآن؟ أنا أقول لك أن العامي هنا وجه الخطورة. أنا أقول لك أستاذي في هذه النقطة واسمح لي في نصف دقيقة. في نصف دقيقة. العامي الأمي الذي لم يتعلم القراءة والكتابة يفهم حديثنا الآن الفصيح ويفهم القرآن الكريم بنسبة 90%. هذا ما دلالته؟ هذا دلالة على أن العامية جزء من اللغة العربية الفصحى. ويجب القضية أين؟ القضية كيف نوظف هذه العاميات ونرتقي بها إلى اللغة العربية الفصحى، ولا ندخل في صراع، يعني أنا أظن أنه صراع غير واقع وغير حقيقي. ويكفي اللغة العربية الفصحى شرفا أنها الآن لها أكثر من 1400 عام، والطالب والعامي والأمي والفلاح يستطيع أن يفهم القرآن الكريم ويستطيع أن يفهم حوارا. نعم. وإذا كانت هنالك إشكالية تكون إشكالية في معنى المفردة، أضرب لك مثالا سريعا أستاذي الكريم. أدركنا الوقت، تفضل بعشر ثواني. هذه نقطة بسيطة، مثلا قضية التذكير والتأنيث تجدها في العامية وتجدها في الفصحى، وقص على هذا آلاف من الليلات. أشكرك دكتور. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو الدكتور هاني إسماعيل رمضان، أستاذ المشارك بقسم اللغة العربية والبلاغة في جامعة جيرسون في تركيا، ومن قطر عبر سكايب الدكتور أحمد حاجي صفر، أستاذ اللسانيات واللغة العربية في جامعة قطر. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، في حراسة الله.